السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اونكور مع كادي اي سبور على دي زد. مرحبا بكم خوتي، وان شاء الله بربي تشاركوا في القناه وتعاونونا وتدعموا هذه القناه. والسلام عليكم خوتي، ونبداو على بركه الله. موضوع حلقه اليوم هي لاجياتكا او شبيبه القبائل، او كما يحلو لي ان اسميها شبيبه الجزائر، لانه فريق جزائري اولا، فريق عريق، فريق يعني القاب، فريق فرح كاع الجزائريين، فريق اللي كيلعب القلوب كلها تهتز، فريق تربينا عليه في غياب المنتخب الجزائري كان هو اللي يفرحنا. فريق الجزائر هو فريق جزائري، خاطر شبيبة القبائل عندها مشجعين من الشرق للغرب، من الغرب للشرق، من الجنوب للشمال، ومن الشمال للجنوب. فريق كبير بكل معنى الكلمة، فريق كبير بكل معنى المقاييس. نبدأ أخوتي لمحة قصيرة ولمحة بسيطة. شبيبة القبائل أو شبيبة القبائل أو شبيبة الرياضية القبائلية أو لكناري أو لليون دي جورجرا أو لاجياسكا أو كما أسميها أنا شبيبة الجزائر. النشأة تاعها في 1946 أوت 46. الألقاب حدث ولا حرج، ألقاب كبيرة 14 فوا شامبيون دالجي، 5 فوا لا شامبيون دالجي لا شامبيون، 5 fois la Coupe d'Algérie, Super Coupe, la Ligue des Champions 2 fois, la Coupe de CAF 3 fois je pense, 4 fois, Super Coupe, Super Coupe la CAF. يعني تاريخ مليء بالألقاب، تاريخ مليء بالألقاب. رانا نهضروا خاوتي على الحاضر، ما غنطشروا هنا، رانا نهضروا على الحاضر. خاج كي تشوف شبيبة القبائل هذه الأيام تبكي على الأيامات اللي فاتوا، تقول وين راهي جياسكا اللي كنا نفرحوا لها، وين راهي جياسكا اللي كانت تمثل الجزائر، وين راهي جياسكا اللي كانت تعوض المنتخب الوطني الجزائري، وين راهي جياسكا اللي كانت سيدة افريقيا بكل معنى الكلمة. كان كل من الاهلي، الترجي، الوداد، هذو الاندية الكبار، مازامبي، نهار اللي يسمعوا بشبيبة القبائل تلقاو معاها في الدور الاول او الدور الثاني كاع يعملوا لها الف حساب، لانها مرشح فوق العادة. دروك شبيبة القبائل بين صراعات الرؤساء، بين صراعات الجمعية العمومية، بين صراعات بينها وبين الاتحادية. شلنا كيف أقصيت من المشاركة في الكاف وهي لها الأحقية والأحقية والأحقية، وظلوا كرام يخرجوا بعض الأزلام وبعض الكلاب تنبح وتقول لك لازم شبيبة القبائل تطلب حقها قانونيا. كيف تطلبوا قانونيا وهي حقروها بلا قانون، وهي أخذوا لها المركز تاعها بطريقة غير قانونية؟ كيف تحوسوا شبيبة القبائل تدي شبيبة القبائل تطلب حقها بالقانون؟ هذه كاع مكاش منها. حنايا أبارسان ما نهضروش على الخماج هذا اللي راه صاري، نهضروا على شبيبة القبائل ككيان، شبيبة القبائل كرمز كروي للكرة الجزائرية، شبيبة القبائل كتاريخ، شبيبة القبائل كفرحة للجزائريين. أين هي ومتى سترجع هذه الشمعة اللي كانت تنور كاع الجزائر؟ الشمعة كانت منورة الجزائر. أين شبيبة القبائل؟ أين شبيبة القبائل؟ أين شبيبة القبائل؟ وأين المشجعين الحق لشبيبة القبائل اللي يحبوا شبيبة القبائل ويحبوا المصلحة تاعها، أي يحبوا مصلحة الفريق قبل مصلحتهم الشخصية؟ رانا نشوفوا حنايا في شبيبة القبائل صافي ديزاني، مكان لا شامبيونا، مكان لا لاكوب، مكان لا مشاركات إفريقية، مكان وراهم اللاعبين اللي كانت تغذي بهم الفريق الوطني مكاش، الشبيبة عندها مكاش، الفئات الشبانية مكاش، وين راهي شبيبة القبائل؟ وين راهي شبيبة القبائل؟ أسئلة وأسئلة، أسئلة كنا نقعدوا نطرحوا فيها، نقعدوا نطرحوا فيها منا للصباح. ما ناش عارفين هذه الجياسكا وين ترجع لنا إن شاء الله بربي. خاطر على فترة من الفترات كانت الجياسكا مفرحتنا في غياب الفريق الوطني، ظهر الفريق الوطني أطفات هي، ماشي طفات هي، ما زادتش هي جامي تطفى، مي كيما حنا نقولوا الضوء تاعها نقص. جا الفريق الوطني فرحنا مع الفريق الوطني، راح الفريق الوطني جا وفاق سطيف، راح وفاق سطيف راه الفريق الوطني. دروك حنا هادو الأندية الكبار على غير شبيبة القبائل، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، مولودية وهران، سعيدة، تيارت، ذو اللي عندهم نسبة جماهيرية كبيرة، وين راهم؟ وين راهم؟ وين راهم؟ ولاو لي كارطي يلعبوا في الناسيونال، إين؟ ولي ما عندهم لا قاعدة جماهيرية، ما عندهم لا قاعدة شعبية، ما عندهم لا عراقة يلعبوا في الشامبيونال، إين؟ ولي كرون زيكيب مساكين متخبطين في قسم الهوات والقسم الثالث والقسم الرابع والقسم الخامس. هذه كارثة. حنا نتمناو من مسيري شبيبة القبائل
يدوا مصلحة الفريق قبل مصلحتهم الشخصية ويحاربوا من أجل هذا الفريق، لأن غياب هذا الفريق في الساحة الكروية الجزائرية أدى إلى كما احنا نقولوا نقص المستوى وضعف مستوى الكرة الجزائرية. هذه نقولوها مثل وفاق سطيف، مثل مولودية الجزائر، مثل مولودية وهران، مثل الجمعية وليكول العريق جمعية وهران. لازم هذو الدولة تحييهم، ما تقطع لهم الدعم بصح تشوف لهم رجال أعمال وتعطيهم لهم وتخليهم هما يدبر راسهم وهما يديروا منشآت رياضية وهما يديروا لجوار وهما. حنا نرجعوا لموضوعنا في خصوص شبيبة القبائل، كما قال لك كما نقولوا حنا باللهجة تاعنا توحشناها يا خويا، وانت ترجع للساحة الوطنية وانت ترجع خاصة للساحة الإفريقية إن شاء الله بربي. اي بريزيدون سواء هذا اللي راه هنا شريف ملال ولا اللي جاي ولا الجمعيات العموميه ولا المسؤولين ولا الجماهير يديروا في بالهم هذه الشبيبه القبائل ليست شبيبه قبائل فقط، ولا كما يسموها بعض كما احنا نقولوا ضعاف الذهن ولا اصحاب النيه سوء يسموها، هذه شبيبه قبائل الجزائر، هذه شبيبه الجزائر، هذه شبيبه افريقيا كلها كانت تحكم بحكمها. عشينا دروك نشوفوا في المشاكل اللي صارية فيها، انتخابات كيف الدور، جمعية عامة كيف الدور، الدراهم مكاش الكارثة. وانت ترجع شبيبة القبائل علامة سؤال تبعد ما تروحها، ان شاء الله بربي يجاوبنا عليها الزمن، وان شاء الله بربي ترجع شبيبة القبائل كما كانت، ونبدأ شاك فوا نديروا حلقة على اي نادي جزائري عريق سواء جمعية وهران، مولودية وهران، مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة وغيرها من الفرق. كي تشوف بلاد كيما تونس عندها 10 مليون ابيطون، وحنا عندنا قريب 50 مليون، عندها مش عارف شحال من نادية في القسم الاول، حنا عندنا اندية في القسم الاول هي تشوف ترجي دي لا كوب دي شامبيونز ليغ اكثر منا، تجمع كاع الفرق تاعنا تسيبهم دي ربعة ولا خمسة، ترجي الرياضي التونسي دي ربعة ولا خمسة وحده، تسيب الاهلي دي تسعة، الزمالك دي خمسة، كارثة. وحنا الجزائر كومبلي الدية ثلاثة ولا أربعة، هذه فضيحة وفضيحة وفضيحة. لازم نرجعوا حساباتنا في الكرة الوطنية، وإن شاء الله الشبيبة ترجع على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.